من اكتر الحاجات اللي بعرفها في مجال التدريب انك صعب انك ترضي الجمهور، وصعب انك ترضي النقاد، وصعب انك ترضي اي حد. فدايما دور على مصلحتك ومصلحة الفرقة اللي بتدربها او مصلحة المنتخب اللي انت بتدربه، وبالتالي هتلاقي الجمهور والنقاد اللي كانوا بينتقدوك بطلوا ينتقدوك، لان وقتها نتائجك هي اللي هتفرض عليهم احترامك، وهتفرض عليهم ان هم كل واحد عنده كلمة يحطها في بقه. بس للاسف الشديد بعد السقوط اللي تعرض ليه منتخب الجزائر في كاس الامم الافريقيه 2021 اللي اتلعبت في 2022، كل واحد كان حاطط كلامه في بقه بدا ان هو يطلعه، وكل واحد كان بيخاف ان هو ينتقد بدا ان هو ينتقد، كل واحد ما كانش بيتكلم على اختيارات جمال بالماضي بدا يتكلم على اختيارات جمال بالماضي، ودي عملت مشاكل بالماضي؟ لا اطلاقا. بالماضي راجل قديم في المجال وعارف كويس قوي المجال ده ماشي ازاي. ما ينفعش انك تقعد اختياراتك ترضي جمهور، ما ينفعش انك اختياراتك ترضي نقاد. هل اختيارات جمال بالماضي حاليا والقائمه اللي تم اعلانها علشان يرضي الجمهور او علشان يرضي النقاد فتم استبعاد بغداد بنجاح وياسين ابراهيمي؟ لا تم، لا خالص خالص، لان ياسين ابراهيمي وبغداد بنجاح برضه عندهم قاعده جماهيريه كبيره وعندهم اعلاميين بيطالبوا بتواجدهم في المنتخب الجزائري. فحته ان جمال بالماضي اهتم بحد وهو بيدور على قائمه منتخب الجزائر، لا هو ما اهتمش لحد خالص، هو اهتم بمصلحه المنتخب واهتم بالماتشين اللي هيتلعبوا على ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر وعلى ملعب جابومه بالكاميرون. طب جابومه مصطفى تشاكر، يعني معنى كده انك مش محتاج صناع العاب، انت هتلعب في بركتين زراعه حرفيا مش ملاعب، انت هتلعب في ملاعب الارضيه بتاعتهم سيئه جدا سواء جابومه او سواء مصطفى تشاكر. فانت بسم الله ما شاء الله، حته انك عايز صناع العاب وسعيد بالرحمه، وعايز هفضل دايما اقول لك ان سعيد بالرحمه وفريد بولايه مش مطلوبين الماتشين بتوع الكاميرون دول. طب بغداد بنجاح، بغداد بنجاح عنده مشاكل كتير في قطر، وبغداد بنجاح بدا يتعصب، وبغداد بنجاح بدا يفكر في الانتقادات اللي بيتعرض ليها بره الملعب، فبغداد بنجاح مش وقته خالص. ياسين ابراهيمي عمل بطوله كاس عرب جميله جدا، اكبر جمال بالماضي ان هو يفكر في ضمه للمنتخب الجزائري او عودته للمنتخب الجزائري. لما تم عوده ياسين ابراهيمي، هل ياسين ابراهيمي فرق كتير من المنتخب الجزائري؟ بالعكس، ياسين ابراهيمي كان من واحد من العناصر اللي مخليه مسك المنتخب الجزائري في سنتين ثلاثه بطء مع وجود سفيان فغولي. فسفيان فغولي وياسين ابراهيمي كنا بنقول ان الاثنين دول في ملعب واحد طوال قوي، لازم واحد بس. جمال بالماضي قرر ان هو يستمر بسفيان فغولي. لو كان شال سفيان فغولي وحط ياسين ابراهيمي، نفس الناس اللي كانت بتهاجم هتهاجم برضه، يقول لك ازاي استبعد عنصر مهم زي فغولي. فانت دلوقتي بسم الله ما شاء الله كده كده هتتهاجم. في حته انك تقعد تفكر في الانتقادات دي، ما تفكرش في الانتقادات دي. وفي ناس بدات تقول لك 24 لعيب قليل ليه؟ ما ينفعش يا بيه انت تلعب ماتشين في 3 ايام اصابات اي حد عارف ان كبيرك 14 15 لعيب في ماتشين في 3 ايام دول اخرك، بس لان انت عارف ان انت منتخب جزائري، منتخب من المصنفين في افريقيا من اوائل افريقيا، منتخب بيلعب المرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم. ده معناه ايه؟ انك عندك لعيبه مستواهم عالي، انك عندك لعيبه كلاس ايه، لعيبه كلاس ايه المحترف في اوروبا بيلعب ماتشين في الاسبوع عادي عادي جدا بالنسبه لاي حد بيلعب دوري انجليزي او بيلعب دوري اسباني او بيلعب الكاس في ايطاليا. فاللعيبه موضوع ان هم يلعبوا ماتشين في 3 4 ايام دول مش حاجه جديده ولا حاجه واو. ففكره انك تطالب بعدد كبير، الموضوع مش بالعدد خالص، الموضوع ان العناصر تكون مركزه، العناصر اشتغلت مع بعض قبل كده. حتى اللي انا مرجعهم مش اول مره ليهم دخول منتخب جزائري، يعني مش اول مره مثلا على لعيب زي رشيد غزال، مش اول مره على خبير زي عدلان جديور. ممكن يوسف، لا يوسف، يوسف العوافي ده ممكن يكون اول مره، انا بصراحه اول مره اسمع الاسم ده، ممكن يكون اول مره بالنسبه له. بس اسحاق بالفضيل واحد من الناس اللي كانوا انضم للمنتخب وبعدها بعد فتره عن المنتخب، واسحاق بالفضيل ورشيد غزال من اللعيبه المطلوبين جدا الماتش ده، لانك عايز سرعات وعايز لعيبه هيدرز كويسين، فانك تلعب باثنين او ثلاث فراوده صريحين حاجه توقعها جدا بالماضي يعملها، ويفضل يلعب عرضيات من هنا ربه من 70 ومن هنا يوسف عطال. لان انت لو حبيت تمشي كره على الارض في مصطفى تشاكر او حبيت تمشي كره على الارض في جابومه، هيحصل معاك نفس السيناريو الكازر اللي حصل معاك في كاس الامم الافريقيه،
عشان كده جمال بالماضي فكره صناع لعب وفكره ان هو لازم يكون معاه سعيد بالرحمه ولازم يكون معاه لعيب زي فريد بولايه، ما اعتقدش ان دي كانت هتبقى فكره ناجحه. بالعكس تماما، لما سعيد لما الراجل عمل كده انا حسيت ان جمال بالماضي فوق معانا، اللي هو عارف كويس قوي افريقيا ماشيه ازاي وعارف الملاعب عندنا ماشيه ازاي. العب كور طوليه، العب كور من خلف الباكات، والعب عرضيات كتير هتكسب الماتشات. انما نقعد نمشي سكس فوتبول وتيجي تاكا والكلام ده هيجيب مع الجمهور بس مش هيجيب معاك نتائج. وانت عايز ايه في الماتشين دول؟ نتائج. عايز ايه في الماتشين دول؟ اللعيب اللي مش مركز مش عايزه، اللعيب اللي انا هديله فرصه وهيخزني مش عايزه. هل في مشكله؟ مفيش مشكله، بس طبيعي انك هتلاقي في ناس عماله تحكي في المحكي. ليه؟ لان والله بروحنا في زمن بنعد فيه المشاهدات، وطول ما احنا بنعد المشاهدات هتلاقي اي قصه بتطلع لك من تحت الارض. طب هو ده اتظلم، ده ما اتظلم، نفس الحوارات الفكسانه دي. ليه؟ لان زي ما قلت لك الدنيا اتغيرت. هل المديرين الفنيين بيفكروا في كده؟ لا اطلاقا، لان احنا هنرجع ننهي زي ما بدانا. لو المنتخب بيعمل نتائج ايجابيه كل الناس دي هتلاقيها عشت بالماضي اللي بيعمله. نفس الناس اللي كانت بتنتقدك اول ما تكسب وتعمل نتائج ايجابيه هتقول الراجل ده بيعمل شغل مميز. ليه؟ لان هي اللعبه ماشيه كده، هي اللعبه ماشيه كده وهتفضل ماشيه كده. فعادي ما تستغربش من الناس اللي كانت بتقول ان بغداد بنجاح لازم يتم استبعاده، ولما تم استبعاده بقى لا ده لعيب خبره لازم يكون موجود جوه المنتخب. ما تستغربش من الناس اللي كانت بتقول ياسين ابراهيمي كبر، ولما تم استبعاده لا ياسين ابراهيمي ما ينفعش ان هو يتم استبعاده. ما تستغربش من الناس اللي كانت بتقول ان عدلان جديورة لعيب سن كبير وما ينفعش ان هو يكمل في المنتخب الجزائري، ولما رجع بقى لعيب دبابه وكان مطلوب في المنتخب الجزائري. لان في المجال ده برضو واحد من اكبر اسراره ان اليوم بيومه، ما تعرفش ايه اللي بكره هيبقى كويس وايه اللي امبارح خلاص هيكون انتهى والنهايه بالنسبه له. فعشان كده عزيزي ما تخليش عندك وجهه نظر ثابته في ام المجال ده، لان وجهه نظرك بالنسبه للاعب ممكن تتغير في يوم وليله، وجهه نظرك بالنسبه للمدير الفني شايف انه عظيم تكتيكيا ممكن تتغير في يوم وليله. عشان كده دايما في المجال ده لازم تمشي الماتش بماتشه، وفكره ان بالماضي رجع للماتش بماتشه دي عجبتني جدا بصراحه. اتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، اتمنى ان احنا ما نحكيش كتير في المحكي وهو قائمه المنتخب الجزائري، لان اي قائمه لاي مدير فني هي حق اصيل للمدير الفني، سواء اختلفت او اتفقت معاه هو حق اصيل ليه، ويجب عليك انك تدعمه ويجب عليك انك تقف في ظهره، بس ما تقفش في ظهره ومستني انك تغرز فيه سكينه بعد اي سكوت، لان ده هيكون قله اصل وندالة. موجوده؟ موجوده، هتفضل موجوده، لان برضو المجال ده واحد من اكبر العناصر اللي موجوده فيه، ان في ناس زي ما هي عايزه المنتخب ينجح برضه في ناس عايزه المنتخب يفشل علشان تقعد تحفل وعلشان نفسها تكون مكان الراجل اللي موجود. حاجات كتيره وموضوع وسخ كبير جدا، فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو يا برو فهو ده المجال بتاعنا، عجبك عجبك، ما عجبكش روح للناس بتوع الفضيله هتلاقيهم موجودين عندك في اي حته هنا، وروح عند الناس دي هتلاقيهم كتير وبيضحكوا عليك وعادي، انت عندك ما عندكش اي مشكله تصدق ان الحياه جميله وكل الناس براحتك بقى اعمل اللي انت عايزه.